انعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركه بين الاتحاد الاوروبي ومصر في لوكسمبورغ حيث اكد ان هذا الحدث يؤكد على قوه وتعدد اوجه الشراكه بين الجانبين. وقام مجلس المشاركه باقرار اولويات المشاركه الجديده والتي ستوجه العلاقات حتى عام 2027 بما يتوافق مع اجنده الاتحاد الاوروبي الجديده لمنطقه المتوسط وخطتها الاقتصاديه والاستثماريه واستراتيجيه مصر للتنميه المستدامه رؤيه 2030 هنا. وسيقوم الاتحاد الاوروبي ومصر مسترشدين في ذلك باولويات المشاركه بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الاولويات الثلاث التي تشتمل على اقتصاد حديث مستدام والتنميه الاجتماعيه والشراكه في السياسه الخارجيه بالاضافه الى تعزيز الاستقرار. واشار الجانبان كذلك الى اعتزامهما العمل على المجالات الحيويه مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحه التصحر وتدهور الاراضي والحد من مخاطر الكوارث. واشار الاتحاد الاوروبي الى دعمه لعمل الرئاسه المصريه COP27 لمؤتمر ضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموحا عالميا اكبر.